اخبار التكنولوجيا، بس قبل نجيب الاخبار مال التكنولوجيا خلينا نشوف المسابقه مال تك جول او خلينا نلعبها. احنا اختارينا اربع متسابقين من ضمن الاشخاص اللي شاركوا بالبوست من قناه لنا، وسوينا قرعه وطلع ويانا بالقرعه اللي هو حسن من الحله وعلي وسيف وحسن الخفاجي. هسه راح يعرفون نفسهم واحد واحد وراح يبدون بالتحدي، واللي يفوز بالتحدي ويانا حنعطيه جائزه مقدمه من ايراد جيم سنتر. خلينا نشوف. يوسا وكروس بيوربا وينو كانت باين الرقص كانت باين الرقص. اسمي علي ماجد هادي، عمري 21 سنه. اسمي سيف قاسم من بغداد، عمري 25 سنة. اسمي حسن الشفيق من محافظة بابل، عمري 20 سنة. اسمي حسن عبد المهدي من بغداد، عمري 23 سنة. تعرفت على فكرة البرنامج عن طريق الفيسبوك طبعاً، وأصدقائي سووا لي تاغات لأن يعرفون إنه أنا إمكانية وقوت ألعب. حبي لعالم الجيمز خلاني أظل قريب من يمه ومواكب إله، وخلاني أدرس هندسة الحاسبات حتى ما أبتعد عنه. أنا يسموني علي جزيزة، طبعاً هاي القصة من أنا صغير. يعني صالة مال الألعاب مال بلاي كانت الباب جام مالتها، وأنا طبيت بالباب الجام وكسرتها. طبعاً فريق المفضل برشلونة. فريق المفضل ريال مدريد. فريق المفضل أستون فيلا، بس أنا راح أختار تشيلسي. أنا فريق المفضل ريال مدريد ومتعصبها ومن ألعبها مو بريال مدريد. Keeper then challenged by the defender. Run, Luis Suarez. The shot's up. That's the issue. Like a goal, looking to supply Cristiano Ronaldo. Challenge at the back from Mascherano. Shot's up, and the goalkeeper got a touch to that. Fine save. Real Madrid win a corner. Punch. No. Goal. الحمد لله فزت بهذه المباراة بنتيجة 1-0، وبانتظار المباراة الثانية وإن شاء الله اللقب النصيب. Pepe.
play to give the ball away like that. Place to try and hit him now. It is a goal by the keeper. طاهر هديه. الحمد لله أنا فزت باللعبة الأولى وإن شاء الله فوز بالمباراة النهائية 2-0. Sent the ball behind. Shots on here. Penalty. The penalty, I think it was clear cut, and the fact that the referee's not booked anyone. Great penalty. It's level. Both sides have scored here now. ويانا مسابقة تك جول حسن، واحنا اجينا لمحل ايرا جيم سنتر حتى نسلم الجائزة. مبروك حسن، انتم هم اذا تحبون تشاركون وتربحون جائزة مقدمة من ايرا جيم سنتر، كل اللي عليك تسوي انه تشارك بالبوست راجع قناتنا، تنزل صورة انت والبلاي مالتك حتى تدخلون بالقرعة. اكيد احنا راح نختار اربعة حتى تدخلون بالتحدي.